ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كويسين وفي خير وفي سعادة وفي سلام. النهاردة هكلمكم عن أجمل عطور دار توم فورد التي تصلح لفصل الصيف، أجمل عطور صيفية من دار توم فورد. أنا شايفها إن هي جميلة ومناسبة، ويمكن دي من الحاجات اللي لفتت نظري جدا في الدار. أول عطر هنتكلم عنه هو عطر جاسمين روج من دار توم فورد. العطر ده تم إنتاجه سنة 2011. العطر ده بيتقدم نوتات الزنجبيل، الحبهان، القرفة، البرجموت، اليوسفي والفلفل، وبعد كده بيدخل على الياسمين اللي هو الركيزة الأساسية في العطر، معاه زهرة البرتقال اللي مديه الياسمين حاجة طبيعية أكتر، إنك حاسس إنك بتشم فعلا زهرة ياسمين حقيقية، وبعد كده مع الميريمي، وبعد كده بيخش على قاعدة العطر من العداني الفرنسي والعنبر، الحاجات بقى اللي هي تديله دفء، والفانيليا والجلد والأخشاب. العطر تشم منه ايه؟ العطر تشم منه اسمه اللي هو جاسمين روج. طبعا كلنا عارفين لام الروج او احمر الشفاء، وموجودة يعني عند اغلبنا سواء بتمتلكها اخت او زوجة او والدة او كده. ممكن تقدر تشمه، وبعدين عارف انت اطواق الياسمين اللي هي بتتباع دي، تقدر تشم زهرة الياسمين، حط طوق الياسمين ده وحط الروج جنبك، شم الاتنين هيديك نفس الريحة دي، بس طبعا مش نفس الريحه بالظبط، لانه انا شايف ان دار توم فورد في هذا العطر ابدعت جدا، يعني لانه مش عطر ياسمين شارب كده على طول، لا هو عطر ياسمين لكن كريمي بودري، او مديك الريحه البودريه او الريحه الكريميه، طبعا البودريه والكريميه والبلسميه كل دي بيدوك حاجه اللي هي يعني زي الاحساس بالنعومه يعني مع نوتة الياسمين. طب تستغربش قوي لما تلاقي النوتات كتير جدا، مع انه في النهاية انت هتشم ياسمين وروج، طب ليه النوتات الكتير دي؟ لانه هي كأنه حديقة انت دخلتها، لكن الزهرة المسيطرة في الحديقة دي هي زهرة الياسمين، هي دي اللي بتديك الانطباع بانه انت شامم ياسمين، بس مش ياسمين لوحده كده، لكن بقية النوتات بتخدم على العطر. العطر ده الحقيقة انه بيتميز بثباته فواحان ملفت جدا جدا، برغم ان هو عطر انا بشوفه انه طبعا هو بيصلح للصيف طبعا، واللي يصلح للصيف يصلح لأي فصل تاني، لكن انا بشوفه انه يصلح كمان لفصل الخريف والاجواء البارده. طبعا انا مش هقدر اقول لك انه هيصلح لدرجات الرطوبه العاليه جدا في الخليج العربي او في الشرق الاوسط، ما يصلحش قوي في النهار الصيف، لكن يصلح للامسيات الصيفيه. برضو ما بشوفوش على بدله، لكن اقدر اشوفه كويس او استصيغه اكتر على تي شيرت، او استصيغه على قميص وبنطلون يعني زي سيمي كاج، زي يعني مش كلاسيك شارب قوي زي بدله، لكن يعني كلاسيك الى حد ما كاجوال كده، اقدر اشوفه انه يصلح للامسيات الصيفيه بشكل كبير، ممكن يصلح للمناسبات، يعني هيبقى مش حاجه مبهره، هو مش عطر مبهر، لكن هو الحلو اللي فيه امتزاج النوتات بالطريقه دي في انه يديك نوته ياسمين محترمه. فلو انت من عشاق العطور الزهريه، ولو انت خصوصا من محبين نوته الياسمين، ستجد ضالتك في هذا العطر جدا جدا جدا، لانه حتى من حيث الاداء ملفت، اداء من ساعتين لساعتين ونص في الارتداء الكامل، تشمه بشكل كويس والاخرين يشموه معاك بعدين يقرب من الجسم، وممكن يقعد معاك لحد 8 ساعات او 7 ساعات على الجلد، ولو انت لابس بقى حطيته على ارتداء على الملابس هيقعد معاك اكتر من كده. ده بالنسبه لاول عطر معانا. طبعا انا رشش العطر من العطور، يعني هو تقريبا كده وصل لقلب العطر لانه رشه بقى 15 دقيقه، فهو من العطور البديعه جدا في الافتتاحية وفي القلب وفي قاعدة العطر، طبعا بودرية ناعمة جدا جدا، وبشوف انه ممكن يصلح بقى في لفستان بالنسبة لست او جنس الاخر رايحة ليه مناسبة، بشوف انه ممكن يبقى جميل وبديع جدا جدا. العطر الثاني وهو من اروع عطور الطبيعة اللي عدت عليا، من اجمل العطور اللي جسدت الطبيعة اللي عدت عليا، وهو عطر كوستا ازورا من نفس الدار، دار توم فورد. وزي ما انتم شايفين كده يعني ايه العطر، انا جربته اكتر من مره، يعني عطر جميل جدا جدا. طبعا يعني انتم ممكن تلاقوني متحمس شويه للعطور اللي انا بتكلم عنها، بس ده مش لان العطور كلها في نظري حلوه، لا انا في عطور بتضايق منها، بس ما كنتش ببقى مهتم ان انا اجيب منها سيمبل، وما كنتش ببقى مهتم ان انا اقتنيها او حتى اجربها تجربه اكتر من مره يعني، لكن انا بعد كده رجعت نفسي ولقيت ان انا لازم حتى العطور اللي انا اتضايقت منها اتكلم عنها بالتفصيل واستحمل وارتديها اكتر من مره عشان اقدر اتكلم عنها واقول ايه العيوب اللي او ليه انا ما حبيتش العطور دي.
كوستا ازورا من توم فورد، وهو انتاج سنه 2014، وهو بيجسد في وجهه نظري منطقه موجوده في شرق جنوب فرنسا، وهي منطقه اسمها فييرا او فيريا حاجه كده يعني. المنطقة دي من فيها أكتر من مدينة بتطل على البحر المتوسط، من أجمل وأروع المناطق اللي أنت ممكن تشوفها في حياتك، وأكتر المناطق السياحية يعني الناس بتزورها في العالم يعني. وهتلاقي فيها الممثلين والمغنيين ولاعيبة الكرة والمشاهير والأثرياء قانتين طول الوقت وطول السنة في المدينة دي. المدينة دي هتطلع لك صورتها عشان تتأمل المشهد، لأنه المشهد اللي أنت هتشوفه قدامك ده هو بالظبط كأنك بكل تفصيلة في الصورة، كأنك عصرت الصورة دي وحطيتها في زجاجة عطر من العطور الصيفية الطبيعية البديعة اللي بنصح أي حد يرتدي هذا العطر أو يجرب هذا العطر. عطر أنا متحمس للعطر ده جدا. العطر ده بيبدأ معاك بالطحالب البحرية كونه بيجسد المدينة، فهو قريب من أجواء البحر المتوسط. هو ما فيهوش نوتة أكواتيك، ما فيهوش نوتة مائية أو نوتة بحرية مالحة، لا، هو في نوتة بتعمل نسيم البحر، هما مسميينها هنا الطحالب البحرية، نوتة بتديك نسيم البحر. وأروع ما في النوتة دي إن هي بتديك نسيم البحر من أول العطر ما ترشه من الافتتاحية لحد البيزك بتاع العطر أو نهاية العطر. النوتة دي مستمرة جدا معاك، من أجمل العطور اللي ممكن يعني تشمها في حياتك. عطر بيبتدي بالطحالب البحرية، الأخشاب المجففة، يخش على شوية توابل وهي الكرافس والحبهان، العرعر والخزامة والليمون واليوسفي والشيح، وبعدين يخش في قاعدة العطر معاك اللبان والبخور والفانيليا، نجيل الهند والبلوط. ليه انت ممكن تقدر يعني تشوف زخم من النوتات، بس انت ممكن تكون ما شمتش، يعني مش هتشم كل حاجة على حدة من النوتات دي، لانه دور العطور دور ذكية، بتعمل حاجة جميلة بان هي بتعمل 15 نوتة عطرية مثلا محطوطين مع بعض، بس كل نوتة مع نوتة تانية بتديك إيحاء، ما بتديك أكورد انك تشم مثلا ريحة الورق الأصفر الخريفي اللي موجود على الشجر، او بتشم الورق الأخضر اللي موجود في أغصان الشجر، او بتشم ريحة النخل، ريحة جذع النخل. فالنوتات العطرية دي انت مش الهدف منها انك تشمها هي، لا، الهدف منك انك تشم نتيجة التقائها مع بعض، نتيجة الامتزاجها مع بعض. عشان كده انا بحترم دار توم فورد، لان اللي بيعرفني الدار دي محترمة في العطور ولا لا هو انا شامم النوتس دي. محدش يعني انا سمعت يعني سمعت ناس كتير جدا بتتكلم عن النوتات العطرية، بس يعني محدش اتكلم عن الحتة دي. انت مش مطالب او دور العطور تعرفها ان هي A1 او دار عطرية عطرجية بجد ولا لا، لما تبقى شايف انت شامم العطر، شامم النوتات دي كل نوتة لوحدها كده، دي مش دلالة دايما على عبقرية اللي عمل العطر، لا، انك تشم، انك تقرأ نوتات كتير جدا، بس انت مش قادر تشم كل واحدة فيهم على حدة، انت قادر تشم محصلة بتديك مشهد بديع من الغابة اللي انا بحكي لك عنها او المنظر الطبيعي. يعني انت مش شامم نوتة الكرفس والحبهان والعرعر، بس الكرفس والحبهان والعرعر والخزامة مدينك نوتة تابلية تعبر على لون تعبر عن ريحة الأغصان، ريحة ورق الشجر، ريحة الأرض اللي عليها ريحة جذع النخل وجريد النخل، تديك الريحة بتاعت الغابة اللي هي فيها أشجار عالية جدا في مهب الريح، وتضرب فيها الريح كده تشم منها نسمة هواء مع بحر، مع نسيم البحر اللي محطوط في العطر ده. هو دي العبقرية اللي أنا بنشدها في دار توم فورد. دار توم فورد دار محترمة، وأنا أظن أنهم مخصصين ميزانية مالية مختصة، يعني مش فكرة أن هم بيعملوا عطور بتخدم على اللبس والنظارات والجزم وكده، لا. طيب العطر ده متفرد، العطر ده متفرد جدا، لكن نفس الكلاسيكية ممكن تلمحها من عطر كارتيه ديكلاراسيون دون سوار، وده أنا اتكلمت عنه في حلقة فاتت. نفس الأجواء الكلاسيكية اللي هي التابلية الحمضية، ده تابلي منعش اروماتيك بحري، بس انت ما تفتكرش انك هترشه كده كانك شامم ديور اون كولون، لا، هو مش عطر كده اللي هو تشمه في الصيف كده الصبح يبقى حاجه جميله كده منعشه، لا، هو عطر كلاسيكي. يعني لو انت رايح تقابل سفير، رايح تقابل حد مهم، رايح في زياره رسميه لمكان مهم، انا بشوفه ان ده يعني يصلح في الصيف جدا. انا مش هحط لابلودي شانيل ولا سوفاج ولا هحط حاجه، انا هرتدي ده
عطر مشكلة، مشكلة يعني عطر جميل وطبيعي، ولو انت قاعد كده والنسمة بتاعتك راحت لحد تعبر عن رجل كلاسيكي بيلبس اللي هو الجزم كده الكلاسيكية الإيطالية دي، وحاجة كلاسيكية بدل بقى معاك شغال، رسميات معاك شغال، فنادق معاك شغال، شركات شغال، اجتماعات شغال، حاجة يعني بصراحة كلاسيك قوي قوي قوي، حاجة من الآخر، وانصحك جدا بيها وبتجربتها. ولو انت عايش في مدينة ساحلية بتطل على البحر لازم العطر ده يكون في مكتبتك العطرية، ولازم لازم تجربه. هو العطر غالي جدا يعني، هو فوق ال$200، بس يعني انا بشوف انه مبالغ فيه السعر، بس بصراحة عطر جميل ومتفرد ومش هتشم حاجة زيه تاني. اداء العطر ايه؟ العطر ده من متوسط لفوق المتوسط حسب الجو اللي انت هترش فيه العطر. الجو ده ما... العطر ده برضه ما ينفعش للرطوبة، برضه صعب جدا تحطه بالنهار في درجة حرارة 50 او 45 او 40، ده عايز بالنهار في الصيف درجة حرارة من 30 ل 35، او في مكان فيه تكييف، او في مكان مفتوح فيه خضرة والدنيا كده فيها نسمة هواء عشان تقدر تستمتع بالعطر. عطر من اجمل العطور اللي انا شميتها بتعبر عن الطبيعة. مبسوط جدا ان انا قلت لكم تجربتي من العطور اللي انا شميتها في عطور توم فورد. طبعا في عطر اسمه برنيرولي بورتوفينو، وده من العطور الجميله جدا. في عطور في توم فورد كتير، بس يا اما انا شميتها على حد، يا اما شميتها مره، يا اما جربتهاش كتير، بس دول اللي انا جربتهم ودول اللي انا بنقل لك تجربتي فيهم في صيف 2020. وانك لو حطيت عطر كوستا ازورا في صيف 2020 مؤكد انك انسان هتبقى انسان مميز. يا ريت تتابعوني على صفحتي او على الجروب الخاص بيا على الفيسبوك احمد سمير فلسفه عطر، اسيب لينك واللينك بتاعه في الديسكربشن، خش تابعني واتكلم معايا دايما. ويا ريت تعملوا شير للفيديو ده وتعملوا لايكس علشان القناه تزيد، وعلشان انا يبقى عندي حماسه اكتر في اني اتكلم عن وانقل تجربتي العطريه. وانا بعشق جمهور العطور، ومهما كان حتى لو واحد بس اللي بيسمع انا هبقى مبسوط جدا، لكن طبعا القناه الحمد لله كويسه وفي تزايد مستمر. شكرا جدا انكم بتسمعوني وبتدعموني، سبسكرايب، يعملوا متابعه وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا الحاجات الجديده، لاني هتكلم عن كمان عطور باي كيليان، العطور كيليان دار كيليان، وهي عطور نقيه جدا الفترات اللي جايه. شكرا جدا ليكم، طيب الله صباحكم ومساءكم، دمتم في خير وعلى خير، السلام عليكم.